ونحن فيه لسنا في فندق 5 نجوم بل في مدرسة حكومية في السعودية. تبدأ الآن الحصة الأولى. المختبرات هنا صممت لتكون مختبرات. طالب لا سمح الله تعرض لأي غاز، هذه فيها دفع ماء قوي لغسل الوجه والعينين. جهاز هذا مخصص لسحب الأبخرة خارج المعمل. قاعة مصادر التعلم مزودة بأحدث وسائل البحث سواء الرقمية أو الكتب المتخصصة في مجال الموهبة للطلاب وكذلك المعلمين. هنا الفطور يجي للطالب، مو الطالب يروح للفطور. عيادة متكاملة بها الموجه الصحي، لديه دبلوم عالي في التمريض، يمكن أخذ قياس النظر للطلاب في هذه القاعة. كذلك توجد هنالك غرفة للكشف الطبي بإمكان الموجه الصحي أخذ العلامات الحيوية لأبنائنا الطلاب. أنا في مستشفى، مو مجرد عيادة. مجهز. كذلك لدينا غرفة أخرى للعزل تستخدم في حالات عزل الطلاب المشتبه في حالات كورونا. هذا الممر مخصص للمختبرات وقاعات التدريب. يتوفر في المدرسة قاعتين لستيم تخصص للإثراء الشامل للطلاب، يوجد فيها مجموعة من الروبوتات، كذلك يوجد طابعات ثلاثية الأبعاد بإمكان الطالب إنجاز فيها المشاريع. حتى اللوح اللي في المعامل مختلف عن اللوحة الأخرى، تعطي إيحاء للطالب. هنا تكون رائد فضاء. الصالة الرياضية في المدرسة متعددة الأغراض. لسنا في مقهى، هذه غرفة المعلمين في المدرسة. خدمة النقل المدرسي موفرة لجميع طلاب الهيئة الملكية بينبع ومجانية. الباصات مراقبة بالكاميرات وأيضا يطبق فيها التباعد وتعقم بعد كل رحلة مدرسية. غرفة الانتظار، هذول الطلاب ينتظرون أولياء أموره اللي ما يروحون بالباص، جهزين لهم شاشة إذا وصل ولي أمره يطلع له. طلاب رفعوا اسم الوطن عاليا في العديد من المحافل الدولية، فالمعاني هنا قبل المباني. معرضنا اليوم جزء بسيط من إمكانيات هذا المبنى، وهو واحد من عشرات المباني المدرسية في المملكة العربية السعودية وتحديدا بالهيئة الملكية بينبع. وين تتوقعون حنا فيه؟